بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ثانوية عامة بقالي كتير جدا ما شفتكوش كالعادة، لكن الأهم من ده إن اجدعنوا اثبتوا الوقت اللي باقي بالسنة كلها. أنا عارف إن أنا بقول لكم من ضمن الآلاف اللي قالوا لكم، كل الناس بتقول لكم إن أنتوا دفعة مختلفة. طبعا في ناس دلوقتي عمالة تقول دفعة نحس، لا مش نحس، أنتوا دفعة مختلفة، مختلفة في نظام الامتحان، الحاجات اللي اتلغت ما اتلغتش، الاقتصاد والاحصاء والكلام ده اللي هو يديكوا ورقه وتحلوه في البيت واحنا معاكم. اي مدرس هيقف جنبكم في الماده اللي اتلغت، في الماده اللي هتحلوها في البيت، وانا من ضمنهم ان شاء الله باذن الله. طالما اوبن بوك اعتبروا ان انا البوك، انا هبقى شغال معاكم وهقول لكم كل الكلام، مفيش اي مشكله. فكره ان الامتحان اتاجل وان انتوا الضغط العصبي السنه دي حصل حاجات كتير ما حصلتش قبل كده، كميه مراجعات من كل المدرسين على اليوتيوب، على العالم المفتوح بتاعنا، الوزير الموقع بتاعه، ده كله حلو حلو، لكن الاهم من كل الحلو ده ان انتوا تذاكروا. يعني ممكن كتر الحاجات دي يحبطكم، يخلي الورق كتير والملازم كتير والمراجعات وانتوا مش بتشتغلوا. انا بدات على الواتس انزل لكم شرح اجزاء من المنهج، شرح الحدود السياسيه مش عارف ايه الحاجات دي كلها، فبرضه هكمل ان انا انزل لكم شرح الفتره دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يوم الاحد الجاي ملزمه ليله الامتحان الجغرافيا هتكون موجوده عند ايهاب في حلوان، برضو في الحدائق والمعصره ان شاء الله موجوده باذن الله، وانا هبعتها في الاماكن التانيه. الملزمه الخامسه نفتحها افكركم، المفروض تذاكرتوا الكلام ده بس بفكركم. السؤال رقم واحد اللي بيقول لي توزيع الموارد الطبيعيه ملوش قاعده ثابته او صح وغلط، الموارد الطبيعيه تتوزع بشكل منتظم، طبعا العباره غلط، الموارد الطبيعيه بتتوزع بشكل غير منتظم، والكلام ده معناه انها موجوده بكثره في بعض المناطق ونادره في بعض المناطق الاخرى، وده ادى لحدوث صراعات بين دول العالم من اجل الحصول على الموارد دي. لو احنا فكرنا في اهم الموارد دي هتكون مصادر الطاقه اللي هي مصادر غير متجدده، يعني المصادر دي لما بتستخدم حجمها بيقل. السؤال بقى اللي فيه فكره رقم 3 ورقم 4، ثالث مره في الجغرافيا، ثالث مره اجيب لكم سؤالين الفرق بينهم كلمه واحده. السؤال الثالث بيقول ايه العلاقه بين مصادر الطاقه والصراعات الدوليه؟ طب السؤال الرابع ايه العلاقه بين مصادر الطاقه والعلاقات الدوليه؟ يبقى مره الصراعات ومره العلاقات. بالله عليكم زي ما قلت لكم قبل كده، مساحه الدوله وقوه الدوله، افتكروا الحاجات دي. لما اقول مصادر الطاقه والصراعات اقول له طبعا مصادر الطاقه لعبت دور في الحرب العالميه الثانيه لما حصل نزاع البترول والجيش الالماني اندفع نحو منطقه القوقاز للسيطرة على البترول في منابعه، اللي غير مسار الحرب العالمية الثانية هو الحصول على البترول. يعني مصادر الطاقة كده كان لها دور في الصراعات الدولية. طب لما يقول لي مصادر الطاقة والعلاقات الدولية أقول له البترول والغاز الطبيعي بيشكلوا تلتين الطاقة اللي في العالم، نص حجم التجارة اللي في العالم. البترول بيأثر في العلاقات الدولية، العلاقات بشكلين، أثر في العلاقة بين الدول المتقدمة وبعضها. لما قلت لكم أوروبا وأمريكا بيتخانقوا على البترول بتاعنا، الدول المتقدمة البترول اثر في العلاقه ما بينها، كمان البترول اثر في العلاقه بين الدول المتقدمه والدول الناميه. لما اديتكم مثال خارج المنهج لو قلت لكم الولايات المتحده الامريكيه احتلت العراق عشان تحصل على البترول منها، دوله متقدمه وناميه، محور الصراع بينهم البترول. كمان لو ضفنا النقطه دي او ما ضفناهاش مش هتضيف حاجه للاجابه، يعني لو كتبنا كده اجابه مظبوطه. طب دال هقول ان البترول والغاز الطبيعي الصراع عليهم وراء كتير من الاحداث والصراعات زي الصراع داخل وعلى منطقه الشرق الاوسط، يعني منطقه الشرق الاوسط في صراع عليها وفي صراع داخلها اساسه البترول. يبقى انا خلي بالكم الفرق بين السؤالين كلمه، مره قال الصراعات ومره قال العلاقات. طيب لما يجي لي يقول لي السؤال الخامس ليه الاثر السياسي للفحم محدود؟ يعني باللغه العاميه ليه الفحم ما شكلش حاجه في خريطه العالم؟ ما عملش ازمه؟ لان الفحم بيشكل قد ايه من حجم التجاره في العالم؟ سيبكم بقى من ان هو 26% من الطاقه، هو دخل في التجاره بنسبه 10% بس، نسبه قليله جدا. ده لان الدول اللي بتنتجه دول متقدمه، هي المنتج الاول وهي المستهلك الاول. كانت النتيجه ان مشاركته في التجاره الدوليه قليله، يعني تاثيره في الاحداث الدوليه قليل، يعني تاثيره السياسي محدود. سبعه هتكون نقص المياه. ثمانيه السؤال ده اتسالته كتير. اهميه تضافر يعني تعاون الجهود الدوليه، اهميه التعاون الدولي. ماذا يحدث عكس الكلام ده؟ ليه مهم ان دول العالم تتحد عشان تواجه مشكلات اقتصاديه؟ زي الفقر والجوع والتخلف والجفاف؟ ماشي. طب ده بيتم؟ بيتم من خلال منظمات دوليه.
مهتمه بحل المشكلات دي. ودي مثال، يكفي مثال، لو قلت منظمه الامم المتحده، اقول عشان برنامج الامم المتحده للتنميه، لو منظمه الاغذاء والزراعه اللي هي الفاو، اقول دي بتهتم بكفاءه الانتاج والعنايه بالريف، وهكذا. ادي مثال. طب هم ايه المنظمات دي؟ السؤال رقم 9، هل مطلوب منكم في 9 تحفظوا الست منظمات دول؟ الدليل على كلامي هو حفظ طبعا. السؤال رقم 10، لما اقول لي في 10 تهدف منظمه الفاو لتنميه الصناعه، اقول له ما تقييمي؟ طبعا العباره خطا. طب انا عرفت منين انها خطا؟ ما انا لازم اكون عارف منظمه الفاو بتعمل ايه، اللي هي بتاعه الاغذاء والزراعه، لازم اعرف الامم المتحده للتنميه الصناعيه بتعمل ايه، بتهتم بتنميه الصناعه خاصه في الدول الناميه، لازم اعرف كل منظمه من السته بتعمل ايه. حفظ، تيجي صح وغلط، تيجي اختار، تيجي انسب كل وظيفه، تيجي اذكر، تيجي قارن بكذا. انا كاتب لكم الاشكال كلها في السؤال رقم 9، لازم تحفظه. طب يا استاذ احفظهم ازاي وما انساهمش؟ اعمل كلمه مشابهه انا علمتها لكم في الحصه، قلت لكم في 4 كلمات باربع منظمات، امم متحده، امم متحده، برنامج الامم المتحده، الاغذاء والزراعه، هتكلم على الاغذاء والزراعه، التنميه الصناعيه، تنميه الصناعه في الدول الناميه، وهكذا. طيب السؤال رقم 12، ايه اللي ترتب على حركه السكان منذ فجر التاريخ، او بما تفسر لا يوجد شعب ذو سلوله نقيه؟ حركه السكان عبر الاوطان والاقاليم والقارات ادى لاختلاط الشعوب والسكان، ادى لاستقبال دماء جديده، يعني سلالات جديده، بالتالي لم يعد يوجد شعب نقي. انا هجيب لكم كمان شويه السؤال العكسي، يعني ما فيش شعب في العالم باللغه العاميه سلالته ولغته ودينه وديانته او جنسيته كلهم حاجه واحده، لازم يبقى متعدد في حاجه في دول. لو هو كله جنسيه واحده او شعب واحد، يبقى هنقول ان هو بينتمي لكذا عرق او كذا سلاله، ولو سلاله واحده يبقى في كذا دين، ولو دين واحد يبقى كذا لغه، لكن ما فيش شعب في العالم نقي، يعني ما فيش شعب كل الصفات دي فيه حاجه واحده. رقم 13، اقل الاقليات انتشارا اللغويه، رغم ان اللغات الاكثر انتشارا في العالم، اللغات كتير جدا، لكن الاقليات المحدوده في العالم اللغويه، يعني ما لقاش اقليات لغويه كتير. طب اهو السؤال اللي قلت لكم ماذا يحدث العكس، 14، لو لم يشهد العالم حركه سكان، ما كانش كل شعب يستقبل دماء جديده او عناصر جنسيه وقوميه وثقافيه مختلفه، وما كانش غالبيه دول العالم فيها اقليات، كان ما فيش اقليه، كان يبقى الشعب كله حاجه واحده، كله على بعضه ديانه واحده، أي لغه واحده، سلاله واحده، يبقى لم توجد اقليات. طب السؤال رقم 18، تعد اللغه اهم عناصر تكون الاقليات في العالم، وممكن كمان جنب الاقليات كده بين قوسين القوميات، يبقى كلمه اقليات دي نعرف كده مع بعض انها مش هتكون مطلوبه هنا، شيلوا كلمه اقليات عشان انا بعدلها لكم، هتبقى قوميات. ليه اللغه من اهم عناصر القوميات؟ ليه من اهم عناصر تكون الشعوب؟ لان اللغه هي الوعاء الثقافي، كل ثقافتنا وحضارتنا وتكلمنا وتحدثنا وورقنا وكتابتنا باللغه. اللغه كمان كل دوله بتفضل يكون فيها لغه واحده. الاقليه اللغويه هي احنا قلنا الاقل انتشارا على مستوى العالم رغم تعدد اللغات. لو سالني بقى ايه اهميه اللغه، ارجع لكلام اللي قلناه قبل كده من عوامل وحده الشعوب وتماسكها، كل كلام اللي قلناه في اهميه اللغه، وافكركم لو سالني من اهم اللغه ولا دي، ينفع اختار دي او اختار دي؟ بس اكتب مزايا كل واحده على حاجه. طيب السؤال رقم 20، سواء لو قال لي اختلف تعامل الدوله مع الاقليه اللغويه، دلل او صح وغلط، التزمت ايطاليا بشروط كوبنهاجن؟ طبعا في دول بترحب بالاقليه اللغويه وفي دول بترفض. الدول اللي رحبت وقالت ما فيش مشكله في اللغه، العراق سمحت الاكراد يتكلموا لغتهم خوفا انهم يطالبوا بالانفصال. الدول اللي رفضت وقالت لا ما اسمحش بوجود اقليه لغويه، ايطاليا رفضت ان الاقليه النمساويه تتحدث بلغتها. ده معناه ان ايطاليا ما التزمتش بشروط كوبنهاجن. شروط كوبنهاجن 3 شروط، الشروط اللي اتحطت عشان اي دوله تنضم للاتحاد الاوروبي كانوا 3، منهم شروط سياسيه. الشروط السياسيه بتقول ان نحترم حقوق الاقليه. طب ايطاليا ما احترمتش ان الاقليه النمساويه تتحدث لغتها، يبقى ايطاليا ما التزمتش بالشروط السياسيه لكوبنهاجن، ما التزمتش. طيب رقم 22، الولايات المتحده الامريكيه. 23 جنوب افريقيا. 24 مقدونيا وصربيا، وصربيا فيها اقليه ايه؟ البانيه. طب المفهوم الاقليه القوميه اللي موجوده في البوسنه والهرسك، الناس اللي عايشين هناك. لو انا قلت لكم الاختيارات اللي فوق، الكرديه، صربيا،
البانيه كرواتيه، هيكون مين من الاقليه اللي عايشه هناك في البوسنه والهرسك؟ عايش اقليه منين؟ من صربيا، تمام، وعايش اقليه منين؟ بس ده بقى مش المهم عندكم، نعرف كده مع بعض ان في اقليه صربيه عايشه في البوسنه والهرسك، تمام. شوف ممكن تسالني في تعريف غريب جدا، يبقى انا كده فاهم دي، ما الصرب والكروات يعتبر اقليه في البوسنه والهرسك، لو كتبت واحده منهم خلاص. دلل اهميه الاعلان العالمي او اهتمت الدول والمنظمات، قلنا كل دوله من دول العالم فيها دستور، الدستور فيه ماده في نص بيهتم بحقوق الاقليات سواء عرقيه دينيه لغويه، بيهتم بحقوق الكل كتعامل واحد. والامم المتحده نفسها طلعت اعلان اسمه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولو جالكوا وتعرف الماده 27 هتكتبوها. هل ايطاليا التزمت؟ افتكروا انتوا بقى الفرق بين التفرقه العنصريه 28 في الولايات المتحده الامريكيه وجنوب افريقيا، وجه الشبه ان هما الاثنين مارسوا التفرقه العنصريه ضد الزنوج، تمام. طب وجه الاختلاف، سبحان الله السنه دي كل ما نشرح حاجه بنشوفها في الواقع، هنعرف دلوقتي وجه الاختلاف. البيض والسود في امريكا مهاجرين، بس العنصر اللي كان له الغلبه والسيطره البيض، فمارسوا التفرقه العنصريه على الزنوج، والزنوج في امريكا اقليه. طيب بعد بقى معاناه طويله سنه 1968 صدر قانون حقوق مدنيه وانتهت التفرقه العنصريه، لكن بتظهر من حين لاخر. انت شايف الاخر حاجه حصلت في الولايات المتحده الامريكيه، لا استطيع التنفس، افتكروا انتوا بقى دي هتفهمكم ان اللي احنا قلناه في المنهج بيظهر، التفرقه العنصريه ما اختفتش في امريكا. طب جنوب افريقيا الاختلاف اهو، الزنوج في امريكا كانوا مهاجرين، الزنوج في جنوب افريقيا اصحاب ارض، الزنوج في امريكا كانوا اقليه، الزنوج في جنوب افريقيا اغلبيه، تمام. الاختلاف كده قلنا حاجتين اهو، الزنوج في امريكا خدوا حقوقهم 1968، الزنوج في جنوب افريقيا خدوا حقوقهم 1994. التواريخ مش مهم لكن كويسه جدا في مجال المقارنه. يبقى انا قارنت بين الاثنين وعرفت وجه الشبه، وجه الشبه ما بينهم ان التفرقه العنصريه في الحالتين كانت ضد الزنوج. رقم 30 مشكلات سياسيه، دي كده الاقليه يا اما اذا اتحرمت من حقوقها يا اما اذا اثارت مشاكل، يكون المشاكل دي نوعها في الحالتين مشاكل سياسيه. طيب السؤال من 32 ل35 بيتكلم على الاقليه بالحالات الاربعه، التوزيع الجغرافي للاقليه، هل الاقليه مركزه؟ هل الاقليه منتشره؟ لو الاقليه مركزه في مكان واحد يبقى سهل جدا تطالب بالانفصال، لو الاقليه منتشره يبقى تاثيرها محدود. طب في مثال لاقليه مركزه على اطراف الدوله؟ اه طبعا، الباسك في اسبانيا وتيمور الشرقيه في اندونيسيا. طالما عارفين موقع تيمور الشرقيه على الخريطه في استراليا كجزيره، يبقى مجموعه الجزر دي اسمها اندونيسيا. ممكن يقول لي دوله بحريه مجزاه، اندونيسيا. الحاجات دي ما تقعش منكم. اليابان دوله بحريه مجزاه، بس اليابان بالطول واندونيسيا بالعرض. طيب ممكن يقول لي وطن الاقليه، ما ممكن الاقليه كلها وطن اتربت فيه عاشت فيه اتشكلت لغتها ودينها الوطن ده هي عاشت فيه خلاص بقى، وعلى اطراف الدوله سهل يطالبوا بالانفصال زي الاكراد في العراق وايران وسوريا وتركيا. طب كملوا انتوا بقى، في خصائص قوميه للاقليه لهم لغه ودين بيتمسكوا بيها، وقت ما يكون الدوله فيها ضعف ولما يكون في مشكله بتلاقي الاقليه بتستميت، بتموت نفسها في انها تدافع عن خصائصها عن لغتها ودينها وسلالتها، سهل جدا انها تطالب بالانفصال عن الدوله او ان تحصل على حقوقها كامله. وحجم الاقليه، الاقليه في كل الاحوال قليله، لكن ممكن يبقى 20% من الشعب او 50 او 40%، مع 20% اقليه و 40% اقليه، كل ما عددها زاد يبقى تاثيرها اقوى، خاصه كمان لو قوه اقتصاديه زي البيض في جنوب افريقيا، هم اقليه لكن كانوا بيتحكموا في 3/4 اقتصاد جنوب افريقيا. لما نتكلم على الهجره الاجباريه، تعالوا نعمل سؤال كده 36 لو بيقول تتنوع اسباب الهجره الاجباريه، طبعا في كوارث طبيعيه زلازل وبراكين، في دوافع قوميه زي تهجير سكان النوبه نتيجه بناء السد العالي، ماشي، في صراعات ونزاعات مسلحه حروب. لو سالتكم بقى اكتبوا كده جنبها ما العلاقه بين الحروب والهجره الاجباريه، شرطه الحروب وتطور خريطه العالم. الحروب والهجره الاجباريه اقول بقى سواء الحروب دوليه او الحروب محليه ادت لظهور ما يعرف بظاهره اللاجئين اللي هم بيهاجروا للدول المجاوره زي الفلسطينيين. طب لو الحروب وتطور الخريطه او الحرب العالميه الاولى والثانيه عملوا ايه؟ اختفاء امبراطوريات وظهور دول كبرى او عظمى وانقسام المانيا للشرقيه والمانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. يبقى دخلت الحروب في حاجتين. لما يقول لي بقى هجره اجباريه
وهجرة غير شرعية. بص، من أول السؤال 38 لغاية السؤال رقم 40، بعد كده المفروض 41 42، يعني لغاية نهاية الصفحة أنا بتكلم على الهجرة غير الشرعية. مهمة جدا 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 تعرفوا الهجرة غير الشرعية عملت إيه. لما يسألني في سؤال رقم 40 لها تأثير على الجانب الأمني والسياسي، أقول له طبعا الهجرة غير الشرعية مرتبطة بالجريمة المنظمة، معظم العصابات المسلحة مهاجرين الهجرة غير الشرعية، وكمان بتسهل الهجرة غير الشرعية للعصابات الإجرامية إنهم يتوغلوا داخل الدولة يدخلوا، وسهولة إفلاتهم بعد ما يعملوا جرائمهم، وكمان الصراعات القبلية الطائفية اللي بتتم بين يعني ممكن بين المهاجرين، ممكن ألاقي المصريين والمغاربة بيموتوا في بعض في فرنسا، مين يدفع الفاتورة دي؟ فرنسا. دي بقى بقية الجوانب. لكن في سؤال خطير جدا اللي هو قبل الأخير في الصفحة رقم 6، هو صح وغلط مش بما تفسر، عدلوه. تتشابه دوافع سكان كاتالونيا في اسبانيا وتيمور الشرقيه في المطالبه بالانفصال، ها ها ثالث ها او لا؟ غلط. سكان كاتالونيا في اسبانيا ليه بيطالبوا بالانفصال؟ عشان جبال البرانس والمرتفعات بتساعد على الانفصال. طب الباسك او تيمور الشرقيه؟ عشان تركز السكان على اطراف الدوله، الاقليه مركزه على اطراف الدوله وفي دول بتشجعهم. اتسالت انا بقى السؤال الاخير ده كتير قوي، ايه المقترحات للقضاء على الهجره غير الشرعيه؟ يعني اي كلام هتكتبوه يا جماعه صح، اقروا ده، اوفر لهم فرص عمل، ارفع المستوى الاقتصادي، اتكلم ان انا اراقب الحدود واستخدم التكنولوجيا واحميها، وكل الكلام ده كده انا وصلت لحاجه اسمها التكتلات الاقتصاديه.